أهلا بكم. هي جرح العراق الذي لا يندمل وشواهد صامتة على فظائع النظام البائد. المقابر الجماعية ليست مجرد مواقع دفن، بل تجسد معاناة طويلة الأمد لآلاف العائلات التي فقدت أحباءها رجالاً ونساءً وأطفالاً وعجائز، وما زالت بين الحين والآخر يفتح بعضها، ما يمنح بارقة أمل لآلاف العائلات التي لا تزال تجهل مصير أبنائها. إذ يستذكر العراقيون اليوم واحداً من أكثر الأيام حزناً ومأساوية في تاريخ العراق القديم والحديث، ألا وهو اليوم الوطني للمقابر الجماعية في العراق. إذن أرحب بكم مشاهدينا الكرام في ملفنا الأول عن المقابر الجماعية والاحتفاء بهذا اليوم بمناسبة مرور الذكرى السنوية. عضو مركز العراق الإعلامي لحقوق الإنسان سيكون ضيفنا في الملف الأول، الأستاذ رسول الشوي. الأستاذ رسول، مرحبا بحضرتك. تحياتي حضرتك أستاذ. مشاهدينا الكرام، طبعا مبالغ الأسأل والحزن اليوم نستذكر أحد أكثر الأيام الأليمة والمأساوية التي بينت العالم أجمع عن مدى وحشية النظام الدكتاتوري بحق أبناء شعبنا المظلوم. ارتكبت المجازر والمقابر الجماعية لا يعرف سواء كان أطفال أو كبار سن أو نساء وكل القوميات. تقريبا ما يقارب المقابر الجماعية بلغت إلى 3000 مقبرة لحد الآن، وبسبب النظام الحالي انه وجود تقصير ايضا ولاكثر الضحايا بلغ 400,000 لحد الان. جيد. استاذ رسول، بينما يطفو العراق على مقابر جماعيه، الاف المقابر والاف الاسر المفجوعه بابنائهم واحبائهم، هل تم الاحتفاء بهؤلاء الشهداء بشكل يليق بتضحياتهم؟ هناك من يطالب، من يتساءل لماذا لم يكن هذا اليوم عطلة رسمية لتذكير العالم، لإيصال رسالة للعالم عن الجرائم التي ارتكبها النظام البعثي المقبور بحق الآلاف من الأبرياء العراقيين. طبعا هذا الملف أنا أسميه الملف المنسي، للأسف أن الحكومة ما جاي تبذل قصارى جهدها بخصوص هذا الملف. يجب هذا يعني كل حكومة يجب أن يكون هذا اليوم يوم عطلة رسميا استذكارا بشهدائنا الأبرار الذين ضحوا من أجل البلد والأبرياء أيضا. إلى الآن الحكومة لن تقوم بواجبها بشكل يعني مرضي لأبناء الشعب. جيد. لأبناء الضحايا خصوصا. إذا تسمح لي سيكون أو سينضم معنا عبر الهاتف الناطق الرسمي لمؤسسة الشهداء الدكتور حسين معان. مرحبا بحضرتك دكتور. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. الاسم الصحيح سجاد حسين معان، دكتور سجاد حسين معان. أهلا بحضرتك دكتور سجاد. دكتور، يعني هناك من يتساءل لماذا لم يكن هذا اليوم هو عطلة رسمية لإيصال رسالة إلى العالم عن الجرائم المرتكبة بحق الآلاف من الأبرياء، كأقل تقدير كرد جميل لهؤلاء المضحين؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم.
واقعا يعني قضيه المقابر الجماعيه هي قضيه لها اعتبارات كثيره، وهي واحده من الشواهد الكبيره على يعني اجرام حقبه نظام صدام حسين المجرم، وعلى ما آل عليه او ما وصل اليه حال الشعب العراقي ايضا تلك الايام السوداء التي حكمها بالنار والحديد، وكان يقتل على الكلمه وعلى الراي وعلى اي موقف كان. جيد. مساله تعويض ضحايا الشهداء وغيرها هي من المسؤوليات الكبرى، وهي من المسائل التي ملقاة على عاتق مؤسسة الشهداء وملقاة على عاتق كل المؤسسات الدولة العراقية. عملية وضع العطل أو التكريم أو كل القضايا المتعلقة فيها هي تعتمد على القوانين النافذة وعلى يعني مواقف ممكن سياسية وغيرها، ولكن في واقع الحال يعني يفترض أن تكون هناك عطلة رسمية بهذا الاتجاه، ويعني من باب أنه تكون واحدة من الأيام التي نتذكر بها تلك الجرائم وتلك الأيام والحقب التي مرت على أبناء الشعب العراقي. دكتور إذا تسمح لي، كيف يتذكر المجتمع العراقي ضحايا المقابر الجماعية، وما هي الطرق المتبعة لتكريم عوائلهم؟ يعني بصورة عامة هي ليس تكريم لعوائل الشهداء بقدر ما هي اعطاء حقوقهم لعوائل الشهداء. مساله التكريم هم الذين كرموا البلد، وهم الذين قدموا لهذا البلد، وهم الذين يعني اعطوا الدماء، والعوائل ذوي الشهداء عانوا الحرمان والمحاصره والمطارده والهجره والى اخره من الذي جرى عليهم. مساله انه احنا نكرم عوائل الشهداء، لا، هم كرموا المجتمع، انما يعطى لعوائل الشهداء من هذه الحقوق المقرره من القوانين، وهي حقوق يعني لا تكفي ولا ممكن ان تعوض ولو قطره من تلك الدماء. هي مساله حقوق لهم ومساله واجبات على الدوله العراقيه وعلى كل ابناء الشعب العراقي ان يدفعوا لهم. انا بودي هنا ان اشير الى ان هناك ما يقارب يعني 200 من المقابر الجماعيه. اليوم مؤسسه الشهداء افتتحت مقبرة جماعية نموذجية في محافظة كربلاء المقدسة. نعم. من خلال جهود الكوادر الهندسية الموجودة في يعني مؤسستنا في مديرية شهداء كربلاء، ومن خلال الإشراف والدعم من خلال يعني الدكتور النائل الذي وجه في مسألة تطوير هذه المقبرة. المقبرة حوت على 2317 شهيد أو رفات، قسم منهم عرفت هوياتهم من خلال الدي إن إي والبقية غير معروفين، وهي مقبرة جمعت من جمله من المقابر الجماعيه المتفرقه في يعني مساحه العراق الكبيره، من كربلاء، من النجف، من الانبار، من السماوه، من الاخوه الكرد الى اخرهم، كل المناطق العراقيه جمعت هذه المقابر يعني عمل لها مقبره نموذجيه تخلد تلك التضحيات وتكون شاهدا على الجرائم التي ارتكبت حق ابناء الشعب العراقي. جيد. دكتور، ما هي الإحصائية المتوفرة لديكم كمؤسسة شهداء والذين تم إعطائهم حقوقهم بملف ضحايا، نتحدث عن ضحايا النظام العفلقي البعثي المقبور؟ يعني في واقع الحال هناك ما يقارب 75,000 شهيد مسجل في مؤسسة الشهداء من ضحايا النظام البعثي المقبور، ولحد هذه اللحظة لم تقم مؤسسة الشهداء سوى بتغطية 50% تقريبا من حقوقهم. هناك كثير من عوائل الشهداء لحد الان لم يستلم الحقوق الكافيه، وهي بسبب قله التخصيصات الماليه وبسبب مع الاسف الشديد عدم تعاون قسم من مؤسسات الدوله العراقيه مع مؤسسه الشهداء من اجل اعطاء حقوقهم، لانه حقوق ذوي الشهداء ليست متعلقه فقط بمؤسسه الشهداء، انما هناك حقوق مرتبطه بالوزارات الاخرى، وزاره البلديات، حقوق اخرى مرتبطه بوزاره الماليه، لان التخصيصات الماليه يجب ان تكون من ضمن يعني الموازنه العراقيه ومن ضمن الدفعات التي تقدمها وزاره الماليه. ايضا هناك حقوق مرتبطه بوزاره التعليم، حقوق مرتبطه بوزاره الصحه، ولكن على الاقل حق السكن الذي هو مكفول لكل فرد عراقي، فضلا عن انه يجب ان يكون هناك يعني قطع اراضي لذوي الشهيد، لابد ان تكون يعني على الاقل وفاء لتلك الدماء. لكن مع الاسف الشديد كثير من المؤسسات وكثير من يعني المحافظات يعني تقف حجر عثره بهذا الموضوع، واكدنا كثيرا وكان توجيه ايضا لدوله رئيس الوزراء في مساله تخصيص قطع الاراضي لكافه المحافظات،
لكن مع الأسف الشديد الاستجابات التي تحصل يعني استجابات كثير من عندها استجابات سلبية شفنا دكتور. إذا أريد نقف على الأسباب التي تقف عائق أمام إعطاء ذوي الشهداء حقوقهم، كيف تشخص أبرز يعني الأسباب إن يعني الحقوق كذا الحقوق المالية، لا نتكلم عن الحقوق المالية يعني هي سببين، أكو قلة تخصيصات مالية يعني للشهيد، يا ما تكون هناك قطعة أرض تعطى إليه أو بدل نقدي بدل قطعة يعني قطعة الأرض أو شراء وحدات سكنية. السبب الأول قلة التخصيصات المالية، والسبب الآخر اللي هو يعني يعلم الجميع أن تخصيص قطع الأراضي في المحافظات، في العاصمة بغداد هي مختصة بالمحافظين. نعم. وبدائرة البلديات والموافقات وتخصيص قطع الأراضي ذوي الشهداء يجب أن يكون من خلال المحافظين ومن خلال يعني وزارة البلدية. هو اليوم اللي يتساءل، هناك آلاف من ذوي الشهداء لم يستلموا قطع أراضي حتى اللحظة، هذا الموضوع أيضا يحتاج إلى تخصيص مالي أم هناك معرقلات ربما أخرى؟ يعني اكو معرقلات روتينيه تتم، لانه موافقات قطع الاراضي واعطاء قطع الاراضي تكون من قبل المحافظين، ساد المحافظين واللجان المشكله لجان توزيع قطع الاراضي هم الذين يخصصون لعوائد الشهداء ولكل الشرائح الموجوده البقيه الموظفين لغيرهم. ولكن مع الاسف الشديد تخصص ذوي الشهداء بتخصيص قطع الاراضي تكاد تكون معدومه في بعض المحافظات. جيد، ما هي اجراءاتكم متابعتكم لهذا الملف مع المحافظين وايصال صوتكم الى الجهات العليا او حتى كثيره؟ الاجراءات كثيره، ويعني تم توجيه يعني توجيه من قبل مكتب رئيس الوزراء بعد الطلب من يعني مؤسسه الشهداء، توجيه كل المحافظين بانه يجب ان يكون هناك اولويه لاعطاء قطع الاراضي لعوائل الشهداء. قسم مثل ما اكدت انه استجاب، قسم يعني تملص من مساله يعني اعطاء قطع الاراضي. نحن كمؤسسه الشهداء بصدد اقامه دعوه قضائيه على المحافظات التي لم تستجب لحد الان لتخصيص قطع الاراضي لعوائل الشهداء. جيد. تدري بس اقامه الدعاوى القضائيه تحتاج وقت، احنا يعني نرغب كمؤسسه الشهداء انه لا تصل المرحله الى اقامه الدعوه، لكن اضطرينا الان في هذا الوقت انه نعد لاقامه دعوى على بعض المحافظات لتخصيص قطع اراضي لعوائل الشهداء. جيد دكتور، إذا أسألك كمتحدث باسم مؤسسة الشهداء، هل تم إنصاف عوائل الشهداء بشكل يليق بتضحياتهم؟ واحدة من أهم القضايا التي يجب أن يعرفها الجميع أنه لا يمكن لأي عطاء دنيوي كان ماديا أو حتى وإن كان معنويا أن يعوض مقدار التضحية التي قدمها الشهيد. دماء سكبت على ارض هذا الوطن من اجل الحريه، من اجل الكرامه، من اجل كلمه لا اله الا الله، من اجل ان يدفعوا بالظالمين الى خارج حداث الحكم، يدفعوا بنظام صدام حسين المقبور وحزبه الذي لم يكن له مثيل بالتاريخ. هذه الدماء وهذه التضحيات التي قدمت تضحيات كبيره وعظيمه. مساله انصافهم يعني حتى نوصل الى مرحله الانصاف، انا اعتقد ما ممكن اكو قوه بالارض تنصف عوائل الشهداء الا الله سبحانه عز وجل. ولكن مساله اعطائهم لحقوقهم المقروره بالقانون الموجوده، انا كما اسلفت وصلنا تقريبا الى 50% من عدد الشهداء الموجودين اعطيناهم حقوقهم اللي هم يعني شهداء النظام البائد، باقي 50%. نعم. المؤسسه بسبب قله التخصيصات يعني تعطي جزء من البدل النقدي لعوائل الشهداء، وهي مستمره بهذا الموضوع ويحتاج الى وقت طويل. هل توقفت المؤسسة عند هذا الشيء؟ لا، كلا طبعا أكيد. الآن عندنا مشروع يعني كمؤسسة، ومن خلال يعني تخصيص قطع أراضي كبرى لمؤسسة الشهداء، ومن خلال إن شاء الله ستكون هناك قروض من البنك المركزي وتعطى لمؤسسة الشهداء. مؤسسة الشهداء هي التي تبني وحدات سكنية لعوائل الشهداء، وبالنتيجة هي التي تتعامل مع البنك المركزي كقرض طويل الأمد يعني يقسط على مؤسسة الشهداء، وبالنتيجة عوائل الشهداء تستلم حقوقهم ان شاء الله. يعني احنا انا اركز على مساله قطع الاراضي وحده السكن. نعم. اللي هو الموضوع الاهم في مساله يعني حقوق عوائل الشهداء الموجوده ضمن القانون المقرور. جيد. دكتور، كيف ترى الخدمات المقدمه لذوي الشهداء، جميع الشهداء بدون استثناء، ضحايا الارهاب، شهداء القوات الأمنية أثناء عمليات التحرير، ضحايا النظام البائد وغيرها؟ يعني هناك أسر ربما
لديها أطفال صغار ووالدهم شهيد، تعرف حضرتك أنه هذا الأمر يحتاج إلى متابعة وهم بدون معيل، هل هناك ربما مقترحات جديدة من قبل مؤسسة الشهداء لإنصاف عوائل؟ في ملف الإرهاب معلوم يعني يعني قانون ضحايا الإرهاب اللي موجود مقروح حاليا نشتغل عليه. مشكلة الإرهاب هناك أعداد كبيرة جدا في مسألة يعني شهداء الإرهاب الموجودين في العراق، لأنه كما تعلمون أن حزب البعث بعد أن اختفى بعد عملية سقوط الصنم تحولوا إلى قاعدة وتحولوا إلى داعش وتحولوا إلى ساندين وحواضن لإيواء القتلة، استمروا بعملية القتل بأبناء الشعب العراقي بالدوائر يعني قواتنا المسلحة والأمنية وعاصروا الأرصفات. ما خلفه يعني ضحايا الإرهاب ما يقارب 210 ألف شهيد موجود بالعراق، وغير الجرحى الموجودين اللي هم ما يقارب 80 ألف جريح، فالعدد كبير جدا في مسألة ضحايا الإرهاب. التخطيطات نرجع مرة أخرى يعني لكل فرد من هؤلاء يا أما يكون إلى وحدة سكنية، يا أما يكون إلى قطعة أرض، يا أما يكون إلى بدل نقدي مقداره 50 مليون. فأنت أضرب هذا العدد الكبير اللي 210 ألف في 50 مليون تشوف قد تحتاج المؤسسة موازنة حتى تفي لهؤلاء، يعني نحتاج ما يقارب 26 أو 27 تريليون دينار عراقي حتى نقدر نعطيهم. ما مخصص لمؤسسة الشهداء بأرقام قد لا تصل إلى 300 أو 350 مليار. فأنت لك أن تتصور بين 350 مليار ومقدار ما تحتاجه هاي العوائل. أيضا المؤسسة يعني أوجدت بدائل أنه تعطي جزء من البدل النقدي للعوائل اللي مثلا متعففه، احنا نقدر مثلا نغطي 10,000 عائله نقدر نعطيهم بالسنه ودفعه واحده مقدارها 10 ملايين دينار. اعطاء هؤلاء يكون يعني ضمن ضوابط معينه، ضوابط اذا كانت العائله لديها اكثر من شهيد، اذا كانت العائله تدخل تجاوز، اذا كان ذوي الشهيد يعني كان يكون الاباء او الزوجه يعني لديهم امراض مستعصيه زين، او اذا كانوا مثلا يعني اكو حالات خاصه ايضا مثلا امراض مزمنه يعني غير مرض الكانسر اكو ايضا امراض مزمنه بهذا الموضوع، تقدم لهم عوائل الشهداء كدفعه 10 ملايين دينار عراقي. جيد. دكتور هناك الكثير من المقابر الجماعيه التي لم يتم العثور عليها حتى اللحظه، وهناك من عثر عليها ولم يتم فتحها حتى اللحظه. الشخص المفقود يعتبر من المغيبين حتى العثور على رفاته، هو يصبح شهيدا، كيف تتعامل الحكومه مع من لم يعثر على رفاته من الجانب القانوني؟ يعني هي بصوره عامه يعني اي مفقود ضمن الدلائل الموجوده في زمن نظام صدام حسين يعتبر شهيد. اي مفقود ضمن منطقه معينه يعني مثلا المناطق اللي حست بها يعني سيطره داعش والقاعده وفقدوا بهم يعتبر يعني يصدر له مثلا حجه وفاه. نعم. وبعد ذلك يعني يقدم على لجان النظر الموجوده في مؤسسه الشهداء او اللجان الفرعيه الموجوده في مؤسسه الشهداء وتنظر بها لجنه برئاسه قاضي ويقرر هذا شهيد من عدم. اذا صار شهيد يعني اذا قضت اللجنه بانه هذا شهيد خلاص تتعامل المؤسسه معه بانه شهيد وتدفع لكل يعني تحاول دفع لكل المستحقات وينشمل بكل المزايا الذي يشمل بها عوائل الشهداء، كان تكون الدراسه، كان تكون يعني الرعايه الصحيه او يعني حتى القبول ب يعني الاولويات بالعقود والتعيين في الدوله العراقيه. نعم، المتحدث الرسمي لمؤسسة الشهداء الدكتور سجاد الحسناوي أشكرك جزيل الشكر، شكرا جزيلا لجنابك. أستاذ رسول أعود لحضرتك، شو نشوف اليوم دور المنظمات الدولية من أجل المساعدة في العثور على الكثير من المقابر الجماعية التي لم يتم العثور عليها حتى اللحظة والمساعدة بهذا الأمر؟ احنا كمركز الأراء والحقوق الإنسان طبعا نتمنى أن الدولة تكون هناك استجابة وبتشكيل فرق وليس فريق، فرق عراقية بالتعاون مع المنظمات الدولية للبحث عن المقابر، عن المزيد من المقابر الجماعية وتخصيص ميزانية أيضا لهذا، لأن نشوف المعرقلات هي دائما تكون مالية مثل تعويض الضحايا، تشكيل فرق، يعني السبب يرجع لسبب رئيسي إلى التعويضات المالية إلى المدفوعات المالية، وهذا يجي طبعا عبر موافقه من دوله رئيس الوزراء، واللي نتمنى احنا هذه الاستجابه تكون من دوله رئيس الوزراء بتشكيل فرق بالتعاون مع منظمات المجتمع الدولي بخصوص المقابر.
جيد، ما هي الإجراءات المتبعة لحماية المواقع؟ تعرف هذه المواقع وأهميتها وحساسيتها، ما هي طرق حمايتها من العبث بشكل عام؟ طرق حمايتها طبعا من خلال هو الملف إلى وزارة الداخلية، ملف أمني بتشكيل مثلا فرق دوريات تكون بالقرب هذا قرب هذه المقابر الجماعية كحرس أو بإحاطة المقبرة وعدم تدخل عدم مثلا العبث بها من خلال المباثرين. نعم، عضو مركز العراق الإعلامي لحقوق الإنسان الأستاذ رسول الشويلي، أشكرك جزيل الشكر لهذه المتابعة، شكرا لك. إذن مشاهدينا ختام ملفنا الأول بأبرز ما جاء في منصة إكس حول الذكرى السنوية للمقابر الجماعية في العراق، نتابع. إذن مشاهدينا ملفنا الثاني راح يكون عن الزيادة السكانية الكبيرة اللي يشهدها العراق بالتزامن مع توسع واضح بالمدن، واللي بات من الضروري جدا أن توفر لهذه المدن مشاريع بنى تحتية متعددة، وأبرز هذه المشاريع هي مشاريع الماء والمجاري اللي تسعى الحكومة الحالية لإيجاد حلول سريعة لها. تقرير الزميل شيبان سامي يوضح تفاصيل كثيرة، نتابع. لا يتوقف الحديث عن الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن الزيادة السكانية في العراق، حيث تجاوز 34 مليون نسمة. يرافقها تغييب القوانين المنظمة للهجرة من المحافظات إلى المدينة، عوامل رئيسة لهذه الزيادة ناهيك عن العمالة الأجنبية وغياب توسعي المدينة. بالنسبة للتضخم السكاني بالعراق، أولاً البلد هو هسه حوالي بال 45 مليون، بين 42 مليون الى 45 مليون نسمه، وماكو ذاك التوسع بال يعني الاعمار وبالشوارع وبالابنيه، هي نفسها القديمه، وخاصه الازقه هاي الداخليه اللي شوفها هسه كلها متهالكه وتعبانه. هسه البلد مليان باكستاني، بنغلاديشي، مصري، سوداني، من كل أنحاء العالم. محاولة الدولة العراقية ووضع خططا قصيرة أو طويلة الأمد للحد من الزيادة السكانية لا تتوقف رغم التوسع في المشاريع السكنية وتطوير البنى التحتية، إلا أن معدل الكثافة السكانية يسير بوتيرة أسرع من تلك المحاولات. يفترض على الحكومة تعمل مجمعات سكنية متطورة شوية، توسع كان على مود يعني المواطن يقدر بسهوله يشتري بيت او شقه يسكن به، لان هسه حاليا العقارات كلش غاليه، فما يقدر يعني من ذات نفسه يشتري بيت او شقه او هذا. الانفجار السكاني في العراق يولد العشوائيات ويرفع نسبه الفقر وسط حلول لا تتناسب مع الموارد والبنى التحتيه. من العاصمه بغداد شيبان سامي، الايام الفضائيه. إذن محور حديث ملفنا الثاني راح يكون
مع الخبير الاقتصادي الأستاذ مصطفى حنتوش. مرحبا بحضرتك. يا أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بجنابك. وعبر سكايب الناطق الرسمي لوزارة الإعمار والإسكان الأستاذ نبيل الصفار. مرحبا بجنابك. أهلا وسهلا، تحية طيبة لحضرتك وإلى جميع مشاهدي قناتكم وإلى ضيفك الكريم. أهلا بحضرتك أستاذ مصطفى. أبدأ مع جنابك اليوم، شو نشوف خارطة المحافظات العراقية وخاصة العاصمة بغداد مع زيادة التعداد السكاني وهذا الزخم اللي حاصل في المحافظة، ما هي الحلول اللي نحتاجها السريعة اليوم اللي تقدر الحكومة تتحرك عليها لإيجاد البدائل والتقليل من هذا الزخم الذي يزداد يوم بعد آخر؟ تفضل. نعم، بدأت حضرتك ورحب ضيفكم الكريم مشاهدي قناتكم الأعزاء. نعم بحضرتك. واقعا احنا في هذه السنتين الذي مضت من ناحية البنية التحتية والمجسرات وغيرها شهدنا نقلة ممتازة حقيقة. نعم. الحكومة سوت لجنة سموها لجنة الجهد الخدمي. هذه اللجنة اشتغلت بمعايير مسهلة ميسرة، مو مثل أمانة بغداد. أمانة بغداد كانت إذا تحيل المشروع يحتاج له حقيقة يعني جولات وصولات. هاي اللجنة صممت بعض المجسرات أغلبها أخذتها من أمانة بغداد اللي يفك الاختناقات وغيرها، سهلت وبالتنفيذ السريع، سهلت الروتين، طلبت الشركات لها خبرة والمستحقات تسلم حقيقة بشكل فوق، يعني بس تكمل ذراع ينطوه ماكو تأخير. شهدنا نقلة نوعية الآن حقيقة، قرابة 3 مجسرات، 4 اكتملت الحقيقة خلال فترة قد تكتمل 6 مجسرات جديدة من نهاية العام، كلهم من مكتملات وأكو راح يبدون بالحزمة الثانية مجموعة جديدة، جسر قريب جسر صرافية، مجموعة أخرى. أنا أعتقد من ناحية البنية التحتية في بغداد حققنا نقلة نوعية جيدة. هذا الموضوع ان استمر حقيقة بهذا الشكل، اعتقد ان عاصمة بغداد بذات 8 إلى 10 مليون نسمة راح يكون اكو انسيابية بالحركة المرورية خلال فترة سنة الى سنة ونصف، وهذا حقيقة جيد. راح يكون اكو توسع مستقبلا بالعاصمة بغداد، لازم يكون عندنا خطة بهذا الاتجاه. المحافظات حقيقة اقل من بغداد، اقل بكثير. بعض المحافظات عندها خدمات، عندها جسور، عندها مجسرات انفذة، لكن جهودهم لان هم بعدهم على روتين قديم، بعض على روتين الإحالة والبلديات والمستحصنات، ما مثل بغداد طور بغداد. لكن حركة الجسور وحركة الهاي احنا ما شاهدنا في بغداد هكذا مثل هذه السنوات، وهي جيدة وندعو الحكومة للاستمرار. نعم. يا أمانة بغداد، يا لجنة الجهد الخدمي، أنا أدعو لتثبيتها بقانون في البرلمان. وكل هذا بسنة واحدة شفنا هذه النتائج. لو الحكومات السابقة على مدى 20 سنة كل حكومة مشتغلة بالسنة هذه الكمية من المشاريع، هسه العراق يمكن واصل مرحلة باريس كان سهل، لكن بالنتيجة هو قلت لك اللي هو احنا دائما شو نقول، العراق هو بلد غني يمتلك طاقة ويمتلك أموال، لكن مشكلته بالإدارة. مثلا العراق خلال 3 سنوات ممكن يصير قوة اقتصادية في المنطقة، لكن إدارة ما نمتلك. فمن نشوف تأتي حكومة في بعض المفاصل إدارتها جيدة، رأسا هذا المفصل يتحرك إلى مفصل إيجابي. يعني الحكومة الحالية في مفصل الطرق ومفصل اللاي جيدة جدا، مفصل العمل هو السيد رئيس الوزراء عنده خبرة في موضوع العمل والضمان الاجتماعي. قانون العمل الحالي اللي تم إقراره، لو وزارة العمل دائرة ضمان العمال عملت بشكل جيد وترويج لهذا القانون، قرابة 20 إلى 15 مليون عامل في القطاع الخاص ممكن ينشملون ببساطة. أرجع لك وانطيني تفاصيل هذا الموضوع. أستاذ نبيل أرحب بحضرتك مرة أخرى. وين المشكلة؟ واليوم نشهد هذا الزخم السكاني والكثير من المشاكل اللي يسبب هذا الزخم، وين تشخصون المشكلة يعني أنتم كوزارة إعمار وأسكان ومتخصصين بهذا الموضوع؟ تفضل. نعم حقيقة، يعني الملفات البنى التحتية والخدمات اللي يعني محتاجها البلد بصورة كبيرة، خاصة في الفترة الأخيرة، يعني تركزت في محورين مهمة، يعني محور السكني ومحور زيادة عدد السيارات والاختناقات المرورية اللي أصبحت تعاني منها وخاصة شوارع بغداد. لذلك البرنامج الحكومي ضمن هاي الملفين خلاهم بنظر الاعتبار، باعتبارها أنه تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة. وقع عاتق هذين الملفين أيضا على وزارة الإعمار والإسكان باعتبارها الجهة القطاعية عن تنفيذ السياسة الإسكانية اللي موجودة في البلد، بالإضافة إلى ما تمتلك دائرة الطرق والجسور من خبرات في إنشاء الطرق والمجسرات والجسور والأنفاق. رغم أنه هي مثل ما ذكر الضيف المتحدث أنه مسؤولية الطرق في داخل بغداد، يعني هي بالأساس هي من مسؤولية أمانة بغداد. نعم. لكن الجميع حقيقة حاليا هو يعمل كفريق واحد، يعني حتى مسألة تشخيص الازدحامات المرورية أو تشخيص العقد اللي تم إطلاق 16 منها كحزمة أولى،
احنا سبق وان جلسنا يعني قبل اطلاق هذه الحزمه باجتماعات مستمره مع امانه بغداد، مع مديريه المرور العامه، مع باقي الجهات القطاعيه الاخرى لتحديد اي الاماكن اكثر ازدحام موجوده، وكذلك ضروره توفير المسارات البديله في اماكن انشاء هذه المشاريع باعتبار انه يعني بغداد مدينه مليونيه، واطلاق مثل هيك عدد من المشاريع اكيد يحتاج الى دراسه مستفيضه لغرض يعني عدم زيادة الازدحامات فوق ما هي موجودة، رغم أنه الازدحامات كواقع حال موجودة وإلى ما كانت هذه المشاريع لتطلق. إضافة إلى باقي الخدمات القطاعية الأخرى، يعني وزارة الإعمار والإسكان أخذت على عاتقها القيام بإنشاء الكثير من محطات الماء، محطات المجاري، أيضا هناك المجمعات السكنية اللي تبنيها، لكن حقيقة المجمعات ما غطت الحاجة اللي يحتاجها البلد واللي تقدر بثلاث ملايين وحدة سكنية. لذلك الحكومة حال ما شرعت باستلام مهامها قامت بتشكيل فريق برئاسة معالي السيد وزير العمار والإسكان الأستاذ بنقير ريغاني، أيضا ضم في عضويته مجموعة من القطاعات اللي لها علاقة بموضوع تخصيص الأراضي والتعاون مع المحافظات لإنشاء مدن سكنية هذه المرة، لأن موضوع المجمعات حقيقة ما عاد يغني عن حل أزمة السكن، بالاضافه جي. الى الجانب دكتور اذا تسمح لي اصبحت باسعار خياليه حقيقه ما يستطيع المواطن انه يقتني لها. لذلك موضوع المدن جاء بالدرجه الاساس لاستهداف الطبقات المتوسطه والطبقات الهشه والطبقات الفقيره لمساعدتهم على اقتناء وحدات سكنيه، وذلك جاء من خلال صيغ الشراكه الجديده اللي تبعت لاول مره بالعراق، واللي هي انه اخذ من المستثمر نسبه من هذه المجمعات تتراوح ما بين 10 الى 25% لغرض توزيعها على الفئات المجتمعية. جيد. فالحقيقة يعني أستاذ نبيل إذا تسمح لي، وزارة الإعمار هي نفس الوزارة من 2003 إلى الآن، يعني هي وزارة الإعمار نفسها، لكن اللي الجهود اللي بذلت خلال هذا العام أفضل من الأعوام السابقة، أريد أعرف شنو السر بالموضوع، وحتى اليوم نشوف هذا التغيير السريع والصراحة يعطي أمل ويفرح المواطن العراقي بالشارع، وين السر بالموضوع؟ السر الرئيسي هو توفر الإرادة، يعني الحكومة عازمة على إطلاق المشاريع، وأيضا يعني ذكر دولة رئيس الوزراء لأول مرة أو لأكثر من مرة عفوا أنه ما هناك مشاريع متلكئة في ظل هذه الحالية. أيضا إذا ما رجعنا إلى الأسباب اللي كانت موجودة في السابق، يعني يمكن الظروف أيضا اللي مر بها البلد، عدم إقرار موازنات في الكثير من السنوات أيضا أدى إلى تأخر الكثير من المشاريع. المتابعة من أعلى هرم بالسلطة لهذه المشاريع أيضا أعطانا دافع وحافز كبير لإنجازها ضمن المدد الزمنية وحتى أقل من المدد الزمنية. العمل بثلاث شفتات أيضا هذا كان واحد من التوجهات اللي اتبعتها الحكومة في الكثير من المشاريع، واللي أدت إلى أنه هي هذه المشاريع تصل إلى نسب إنجاز متقدمة. موضوع آخر مهم هي موضوع الشركات، خلينا نكون واقعين وصريحين أنه في السابق بعض الشركات التي كانت تحال إليها هذه المشاريع لم تكن بتلك الرصانة اللي ممكن أنه هي تنفذ مثل هيج مشاريع. لذلك إحنا من أطلقنا مشاريع فك الاختناقات المرورية، أيضا جلسنا وشفنا الشركات واختارينا الشركات ذات التأهيل، يعني بوفق تأهيل مسبق، ما هي الشركات اللي إلها إمكانية، وأيضا حتى فرضنا عليهم أنه الشركات لازم يكون عندها سيولة أو ملاءة مالية لا تقل عن 50% من تأخر المشروع. هذه تقريبا يعني مجمل العوامل اللي كانت موجودة. لذلك احنا في الوقت الحاضر، يعني هي حتى في علم الإدارة وفي نظم الإدارة، احنا يعني ننظر إلى الماضي حتى نستفاد من التجارب حقيقة، ولنظل يعني نعرج على أنه ليش ما كنا نسوي، ليش ما سوينا هيك مشاريع. حاليا الحمد لله يعني هناك حركة، هناك مشاريع كثيرة، ليس في يعني في جانب القطاع الطرق او السكن مثل ما ذكرت لك، احنا عندنا الكثير حقيقه من ايضا مشاريع البنى التحتيه الخاصه بالماء والمجاري، ايضا باقي القطاعات الحكوميه الاخرى، يعني كل دائره اخذت على عاتقها او كل جهه اخذت على عاتقها ملف من ملفات البرنامج الحكومي، واللي ايضا مثل ما ذكرت بالدرجه الاساس تعنى بحياه المواطن بصوره مباشره. جيد. وتقدم له الخدمات الضروريه. جيد. استاذ نبيل اعود لحضرتك، استاذ مصطفى، قطاع السكن وحل ازمه السكن يمكن من ابرز المواضيع اليوم اللي تشغل الفرد العراقي.
شنو اللي نحتاجه اليوم حتى نسيطر على هذه الأزمة، وتحتاج الحكومة بالتالي من خارطة عمل تعمل عليها بناء المجمعات داخل العاصمة بغداد حل، لكن نتائج سلبية ربما على الأمد البعيد، ما هو الحل المناسب من وجهة نظركم؟ الحل بثلاث خطوات. الخطوة الأولى احنا النموذج الاقتصادي بالسكن اللي المفروض احنا نفعله هو بسماية. زين. بسماية هي 100,000، اليوم احنا نتحدث عن إنجاز 22,000 و8 تحت التشطيب و70,000 انسحبت الشركة، تم فسخ العقد، هسه ترجع الشركة إن شاء الله، ترجع شركة هاناو. بس مايا حقيقة هذا النموذج، على فكرة كل المجمعات السكنية داخل بغداد 28,000، بس مايا 31,000 يعني الآن أصبحت، وممكن لو ماشية 100,000 لا تسحب كثير من الزخم. نموذج بس مايا محارب، يعني اليوم حقيقة نشاهد الشركة، وأنا أستغرب وزارة الإعمار والإسكان هي حقيقة جدا دقيقة، وزارة التخطيط بهذا الموضوع حتى سيد رئيس الوزراء زارهم مرتين، يوم الشركة منفذة لطريق بس مايا اللي هو من جسر ديالة لغاية بس ماية مرورا بجسر سلمان بارك، هي حقيقة متلكية. يعني اليوم أتحدث عن شفت واحد، كان المفروض عند تقرير وزارة التخطيط من العام تنتهي، ما انتهت الشركة تشتغل شفت واحد، الزحامات خانقة. فهذا أول موضوع استغربه، مع رغم أن احنا شاهدنا لجنة الجهد الخدمي وزارة الإسكان وغيرها والتخطيط وقفوا على المشاريع قبل إدخال مددها، هاي الشركة ليش متلكية؟ اللي قاعد تأثر على بس ماية وقدرات بس ماية. اثنين، وهذا حقيقة الموضوع وزارة الإعمار والإسكان وهيئة الاستثمار حتى لا ننساها، تريد ناخذ التعليل الأستاذ بس أجاب الثانية فضل. ليش إلى اليوم أكو طريق مصمم إلى بسماية خاص بي غير طريق الكوت؟ طريق خلفي يجيب مواطن بسماية مباشر على القناة ثم إلى صريع محمد القاسم، طبعا أكو مجسر ممتاز الآن دا يربط محمد القاسم بقناة الجيش ويداور القناة كذلك، لكن احنا رؤيتنا أنه لازم يكون مجسر خاص بسماية مو على طريق الكوت، لان بس ما اذا مشت لل 100,000 هذا اول عمليه راح تخفض اسعار العقار والشقق بالذات. نعم. وراح تخلق نموذج اقتصادي يتمكن عليه الشاب، 75 مليون مليون الشقه، اعلى شقه 120 مليون، هذا النموذج مقبول، يقدر ياخذ قرض يشتري، مو 300 مليون 400 مليون. فهاي اول نقطه مهمه. النقطه الثانيه، احنا تاخرنا كثيرا بالمصالحه العقاريه. طبعا امانه بغداد وحتى وزاره الاعمار والاسكان خلال 20 سنه عافت الاعمار، ما سوت شغل. ليش الناس ما زاد السكان؟ زاد السكان، سووا الناس، اخذوا الجوانب الخضراء، اخذوا ما ادري شنو، سووا المدن الزراعيه. زراعي طابوا 25، مو قعقد 315، عقد 115 وقعقد 35، ذني شو صدر به قرار. اتحدث عن عقد جيت 25، مليونين ونص وحده سكنيه، اغلبهم اليوم دخلت لهم الخدمات، اغلبهم. نعم. اجى وقت المصالحه العقاريه، احوله الى ملك، تعال يابا، اعطيني مبلغ على كل متر معين. وحولك الى ملك، هذا ايش راح يسوي؟ يرفع سعر شويه الزراعي لكن يخفض سعر الطابو الاخر. نعم. واحنا نتحدث عن مليونيه ونص وحده سكنيه، شنو نسوي لها ازاله؟ فاحنا تاخرنا بالمصالحه العقاريه. ثلاثه، وموضوع مهم، احنا كون ندرس واقع المواطن، احنا نسوي الان اكو مدن جيده قاعده تنطلق، مدينه الجواهري، علي الورد، هسه مع تحفظي على بعض الشركات من الناحيه الاقتصاديه اتحدث. نعم. بعض الشركات هو اجى دليدي، هو ما عنده خبره قويه حقيقه، باني له في مصر كم شركه، كم فيلا يعني اعتقد 300 400 فقط، وكانت شركه اتصالات. اول ما اجى يدي ياخذ اجازه مال ما ادري كم معمل اسمنت وطابوق، ليش انت تيجي تشتغل وحدك؟ ليش احنا ما عندنا معامل؟ ليش ما تسحب من السوق المحلي؟ وده ياخذ اجازات. هذا الموديل لا لح، انت جايبك تستفاد، اعطيناك اجازه ما تحلم بيها وراح تنفذ مدينه ارباح عاليه، نفع الناس وياك. معامل الطابوق احنا عندنا كثير معامل. كثرة المجمعات السكنية داخل العاصمة بغداد إلى نتائج سلبية أستاذ مصطفى، ليش ما نشجع اليوم المستثمر على إنشاء هذه المجمعات على أطراف العاصمة بغداد، بعيد أيضا قليل مثلا مسافة، ما أجيب وأخلي هذه المجمعات داخل العاصمة؟ لا، الحكومة الحالية توجهها هذا تفضلت بحضرتك، أغلب توجهاتها تعالوا خلينا نسويها بالأطراف، قلت لك قطة مدن علي الوردي، الجواهري، لكن الشركات المنفذه يكون عندها قدره. قلت لحضرتك يعني احنا الشركات اليوم يجي يدخل معامل اسمنت وطابوق يجي يربح وحده، لا يا عمي، احنا هم عندنا معامل وعندنا الدوله واقفه قطاع خاص. فهذه النماذج بس ما يعاد ويخدم، والمصالحه العقاريه والمدن الجديده يكون نجيب شركات بمستوى هاناو. صح، احنا انا مع موديل هو يعطي فلوس مو مثل هاناو نعطيه سلفه، لكن يكون عنده منفذ فد 10 مدن عالميه، فد موديل حديث يعني. اما تقول لي شركه منفذت لها مشروع او مشروعين، انا خايف من شنو؟ واضح حتى تكون واضحه، خايف سنه سنتين يبيع الاجازه وثمان لا. وهذه صارت. زين،
استاذ نبيل اعود لحضرتك اذا تتفضل. نعم. مثلا عندك بعض الملاحظات على ما تفضل به. نعم. استاذ مصطفى بخصوص. نعم. الشركه المنفذه لطريق بسمايه تفضل. احنا بدءا بالنسبه لمشروع بسمايه يعني فيما يتعلق بجانب السكن فبالفعل لا يخفى على الجميع انه هو يكاد يكون يعني انجح مشروع حاليا، لكن ايضا السبب اللي ادى الى تلكؤ هذا المشروع هو من 2012 كان المفروض ينجز في 2019 ك 100,000 وحده سكنيه كامله، لكن صيغ الاستثمار هي حقيقه لم تكن صيغ استثمار حقيقيه وصحيحه، على اعتبار ان الدوله عندما تلكأت في اعطاء المبالغ للشركه المستثمره تلكأ المشروع ولا زال لحد الان. لذلك احنا صيغ الاستثمار الجديده اللي اتبعناها هي صيغ استثمار صحيحه، بالاضافه الى انه قلت لك لاول مره ستكون صيغ شراكه انه انا راح اخذ من المستثمر، يعني مثلا مدينه علي الوردي اللي هي 120,000 وحده سكنيه يعني اكبر من مدينه بسمايه، يعني هناك 12,000 وحده سكنيه هذه راح تعطى مجانا الى الدوله. صح انه المستثمر راح ياخذ مثل هيك ارض، لكن هناك تبادل منفعه مثل ما يقول، مثل ما انا دا اعطي هيك حجم من الاراضي يستفاد منها. استاذ نبيل، هي الدوله ليش تتلكى بدفع المخصصات؟ ما هي ما معطي هذه الشقق مجانا مثلا؟ لازم اخذ نسبه من هذه المجمعات حتى اعطيها للفئات المستحقه. فيما يتعلق بالطريق الواصل الى بسمايه، ايضا هذا كان يعني هناك تعارضات بالعمل حقيقة، وهي هاي أيضا كانت واحدة من الأسباب اللي موجودة، تعدد الصلاحيات والمسؤوليات بالنسبة للجهات القطاعية، وأيضا دولة رئيس وزراء في آخر زيارة يعني وجه بحل كافة الإشكالات. إحنا فيما يتعلق بالجانب اللي يمتد من فلكة الطاقة وصولا إلى مدخل بسماية، هذا إحنا وصلنا إلى 95%، يعني باقينا مراحل قليلة وينتهي هذا المشروع، لكن الجزء الآخر اللي هو يعني ضمن مهام وصلاحيات محافظة بغداد لا زال. ايضا افتتحنا جسر الرستميه اللي هو جزء من هذا الطريق الحيوي المهم، وبالفعل يعني خلينا نكون واقعيين ايضا انه بالفترات السابقه نعم واجهت تلكؤات، لكن حاليا حقيقه الكثير من هذه التعارضات ازيلت، ومثل ما ذكرت يعني هو هذا مدخل بغداد بسمايه يعني وصل الى مراحل متقدمه، حتى واحد من المجسرات اللي هي على الطريق يعني هو باربع مجسرات للسيارات زائد ثلاث مجسرات للمشاة، باقينا بعض المقاطع ايضا لتبليطها بطبقه الاسفلت السطحيه المبلمره لغرض انجازها بالكامل. عودا على موضوع المجمعات السكنيه والمدن السكنيه، التوجه الحكومي حاليا هو توجهنا نحو هذه الشركات وهؤلاء المطورين المستثمرين. مدينه الجواهري تم وضع حجر الاساس لها وحيلت الى شركه صينيه رصينه، ايضا تم اختيارها وفق تاهيل مسبق، المستثمر راح يجي يشتغل بفلوسه، يعني ما راح تكون الدوله ملزمه. ممتاز. على انه هي تعطي دفعات وسلف، وبالتالي اذا ما تلكأت الموازنات او ما استطاعت الدوله ان تدفع له راح يصير تلكؤ في هذا المشروع. هناك 10,000 قطعه ارض مخدومه ستكون من حصه الدوله، ايضا يعني الفريق المشكل معطى صلاحيات لغرض ايجاد موديلات لغرض تمويل المواطنين لبناء وحدات سكنيه في هذه الاراضي. مجمعات اخرى يعني احنا ايضا في الموصل في مدينه الغزلاني ايضا وضعنا حجر الاساس لهذه المدينه اللي ضم 28,500 وحده سكنيه، ايضا ان شاء الله عندنا 6 مدن اخرى يعني خلال الايام القادمه ستعلن ايضا كفرص استثماريه في بعض من المحافظات، يعني في ذي قار، في ميسان، في الكوت، في النجف الاشرف، في صلاح الدين، في الانبار. مجموع المدن اللي ضمنها البرنامج الحكومي حقيقه هي 15 مدينه، لكن الفريق المشكل في وزاره الاعمار والاسكان وبالتعاون مع المحافظات ودوائر التسجيل العقاري وباقي الجهات القطاعيه الاخرى طلبنا منهم انه يهيئون هذه الاراضي، لان مساله الاستملاكات والتعارضات اللي موجوده في الكثير من هذه الاراضي ايضا هي كانت واحد من المشاكل اللي تعيق انه انت عليها مدن سكنيه او جماعات سكنيه. لذلك احنا يعني رغم انه هي 15 مدينه لكن احنا حاليا عندنا اكثر من 20 تصميم ل 20 مدينه، يعني بحال ما يتم اكمال متطلبات الفرز والاستملاك لهذه المدن وتسليمها الى الدوائر البلديه حتى نستطيع انه احنا ايضا ان نعلنها كفرص استثماريه، والكثير من المحافظات ايضا تتعرض علينا مجموعه من الاراضي اللي موجوده وما بها تعارضات. جيد. وتم استاذ نبيل الاستملاكات لغرض الوقت بدا يداهمنا، اذا عندك معلومات متوفره عن الحزمه الثانيه للمشاريع الطرق والنقل. نعم. لكن باختصار تفضل. نعم، الحزمه الاولى حقيقه هي يعني
قدنا 16 حافة إن شاء الله عندنا مشروعين أيضا قريبة سيتم افتتاحها. الحزمة الثانية سيتم اتباع استراتيجية جديدة إنه المشاريع التي ستطلق ستكون مكملة لهذه الحزمة. يعني إحنا أعلننا في افتتاح مجسر الفنون الجميلة مجسر فاق حسن بأن هناك جسر سيكون موازي لجسر الصرافية وأيضا تأهيل المقتربات اللي موجودة في جانب الصرافية وفي جانب جامع براثة. ايضا هناك بعض المشاريع الاخرى لامانه بغداد، احنا عملنا مشترك طبعا مع امانه بغداد، قلنا الجميع يعمل كفريق عمل واحد، هناك تقاطع في ساحه الدرويش، هناك ساحه 83، ساحه 55، هناك ايضا جسر ما بين الكاظميه والقريعات، اسوه بالجسر اللي تم افتتاحه للمشاة سيكون هناك ايضا جسر للسيارات، وكثير حقيقه من المشاريع الاخرى ان شاء الله بدا من منتصف هذا العام سيتم الاعلان عنها تباعا. جيد استاذ مصطفى، عود لي حضرتك، حتى لو كانت هذه المدن السكنيه تكون على مثلا مسافه عن مركز العاصمه بغداد، اذا توفرت الطرق المناسبه والبنى التحتيه انا متاكد ان المواطن راح تكون رغبه مباشره أن يذهب لها، يعني طريق سريع بخمس دقائق انت توصل تقدر من مكان بعيد الى المركز العاصمه بغداد. وهذا تفضلت به حضرتك هي المشكله والعقده بنجاح هذه المجمعات. نموذج مسمايه لو كان اكمل الطريق الخاص به اللي هو تو واي خاص ببسمايه لكان الان العراق نصه هو مجمعات مثل بسمايه اقتصاديه، لكن التكالب على هيك مشروع وقفوه. هو حقيقه احنا ما يهمنا من ينفذه او شيء، يهمنا الموديل الاقتصادي. الان المدن الحاليه لازم الحكومه تتفق على الطريق قبل ما تتفق على المجمل، احنا مشويين من هاي السالفه. يوم ماكو مواطن تقول له تعال مثلا روح للناروان تعال مثلا شو، اذا ما يسال عليه من الطريق بالضبط. فحقيقه انا ادعو وزاره الاعمار والاسكان الى ايجاد موديل خاص بالطرق. من حينفذ الطرق؟ هي لو حتنفذ الامانه، لو حتنفذ المستثمر، حتى تكون واضحه الامور من هسه، لان احنا نشوينا من بس مايه طريق وحكي وما ادري شنو بالاخير ما تنفذ شيء. وحقيقه اليوم 100,000 شخص ساكن في بس مايه، يعني هو ناس اخواننا واصدقائنا وهاي يقولون متالمين حقيقه من طرق. فانا حقيقه لجنه الجهد الخدمي جهود مباركه، وزارة الإعمار والإسكان حقيقة ممتازة. نعم. لكن أنقلهم هاي المدن الجديدة طلعونا موديل الطرق، من حنفذ الطرق؟ حاطيها على الموازنة رحم الله وديكم المستثمر حتى نعرف من هسه. أنا أعتقد نجاح الطريق شلون فضل حضرتك هو نجاح للمدينة. أحسنت. الزخم السكاني هي مشكلة أغلب عواصم العالم. كيف تعاملت دول العالم مع هذه الأزمة، وبالتالي نستطيع أن نأخذ تجربة العواصم الناجحة بحل هذه المشكلة؟ اولا سحب التضخم السكاني سحبه الى الاطراف، لان اذا بقت العاصمه في حاله تضخم سكاني ويصيرون بيوت فوق البيوت وتقسيم مدري شنو راح يخرب التخطيط العمراني 100%. فاول خطوه هي سحب المدن الى الاطراف، وهذا الان جيد الامور. اثنين ايجاد العمل. اليوم مدينه مثل بغداد تعتمد حقيقه نسبه العمل فيها بنسبه 40% على الدوائر، وبنسبه 30% 20% على الاسواق، وهذا عدد كبير بالاسواق على فكره، ما بالعاده ماكو هيك حكي. و30% بطاله في بغداد وحدها، يعني نتحدث عن مليون مليون ونص في بغداد وحدها، يوصلون اكثر من مليونين في بعض الاحيان ويسلمون الرعايه الاجتماعيه. فاحنا مثل ما تسوي الدوله اليوم مدن سكنيه، عندنا حقيقه باطراف بغداد كثير من المدن تنجح، مدن تجاريه، مدن صناعيه، علاوي، حتى مقار بعض الوزارات نقدر ننقلها، بعض الجامعات حتى تسوي شغل هناك بالضبط، يسوي شغل هذا الموديل. الان الدوله بدات خطوه واحده اللي هي نقل اللي هو الشعبه الخامسه، نقل هذا المعسكر خارج المدن. انت تعرف العسكر هم اعداد حتى ينتقلون الى هناك، هم يصير اكو حركه، لكن احنا نطالب لبغداد بعمل. اليوم في بغداد نشهد حاله بطاله خطره، اكو غزو حقيقة من العمالة الأجنبية غير منظمة. نعم. هذا حقيقة يجب معالجته بأسرع ما يمكن، لأن احنا اليوم بدنا نشاهد اكو انحرافات بالعمل. اليوم المجتمع العراقي ترى بدا يشوف أمراض، مخدرات، أعضاء بشرية. هاي تقول لي الموضوع هو انحراف، أقول لك انحراف زائد قلة عمل. فيجب إيجاد مدن صناعية، مدن تجارية خارج بغداد لتخدم العاصمة بغداد. فبالنتيجة هذه المدن من شأنها إيجاد عمل، فمثل السكن وفر عمل. موضوعنا يحتاج الكثير من الوقت، للأسف الوقت داهمنا. الخبير الاقتصادي الأستاذ مصطفى حنتوش أشكرك جزيل الشكر على هذه المتابعة، والناطق الرسمي لوزارة الإعمار والإسكان الأستاذ نبيل الصفار شكرا جزيلا لهذه المتابعة، شكرا لك. إذن مشاهدينا ختام حصادنا بموجز يلخص أبرز أخبار اليوم.
رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني يطلق العمل بمشروع مجاري الوحدة، ويؤكد بأنه لا يوجد في قاموس الحكومة الحالية مشروع متلكئ. محافظ بغداد عبد المطلب العلوي يعلن بأن مشروع مجاري حي الوحدة سيخدم حوالي 100,000 نسمة. مجلس القضاء الأعلى يقرر قبول الطعن بتعليق الإجراءات الفنية والمالية لانتخابات كردستان. رئيس هيئة النزاهة يؤكد أن الفساد تسبب في انخفاض معدلات الاستثمار وعجز الموازنة العامة. النقل تعلن قرب إطلاق آلية جديدة لدفع تذاكر خطوط النقل الجماعي باستخدام الهاتف. مشاهدينا، حصاد الليل انتهى، شكرا لكرم المتابعة وإلى اللقاء.